مع دكتور علي من القدس. دكتور علي، يعني الحديث عن تولي وزير دفاع جديد في إسرائيل من قبل نتنياهو، والصوت الواحد الآن لنتنياهو وما يقوم به من اعتداء ومن عدوان على لبنان وعلى غزة، ولكن في لبنان تحديدا بعد توقف للغارات لخمسة أيام، اليوم يعود جيش الاحتلال لقصف الضاحية الجنوبية وبكثافة. إذن كيف نقرأ اليوم كل هذه التطورات، سواء كان التغيرات في الداخل الإسرائيلي أو التغيرات أيضا في الولايات المتحدة، وهل يعتبر ضوء أخضر لنتنياهو بمواصلة عدوانه على لبنان؟ نعم، تحياتي لك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين الكرام. أنا بتقديري العودة إلى قصف الضاحية الجنوبية بالتأكيد يعني ربما منح فوز ترامب نوع من القوة لنتنياهو، وبالأساس هو ليس بحاجة إلى هذه القوة، فنتنياهو أصبح بن غوريون الثاني، هو صاحب القرار الأول والأخير في إسرائيل، صاحب القرار الأمني والسياسي، وبالتالي عملية تغيير يوف جالانت بإسرائيل كاتس، وبالمناسبة يوف جالانت هو جنرال عسكري بينما إسرائيل كاتس هو رجل سياسي ورجل دبلوماسي وعضو كنيست وما إلى ذلك. ولكن المهم أن اليوم الضاحية الجنوبية تعرضت إلى قصف عنيف من طائرات F-15 وطائرات F-16 وطائرات الأباتشي الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت أيضا مطار بن غوريون يتعرض إلى قصف في مركز المطار، في قلب المطار. هذا ما تم الكشف عنه من قبل الرقيب العسكري أو الرقابة العسكرية، وأعلنت القناة 14 والإعلام الإسرائيلي بأن مطار بن غوريون تعرض إلى رشقة صاروخية في قلب المطار. ولكن أنا بتقديري السؤال المهم الآن، هل سوف يتم الاستمرار في ربط جبهة لبنان مع جبهة غزة؟ بالتأكيد تطورات جديدة سوف تأتي مع ترامب، هذا شيء واضح تماما، أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض أنا بتقدير القرارات سوف تتم اتخاذها حتى قبل 20 يناير وهو يوم استلام رئيس ترامب للرئاسة. نعم. وبالتالي عمليا الآن الحزب الديمقراطي بايدن أنتوني بلينكين الكل سوف ربما تكون هذه مرحلة انتقالية أسبوع أسبوعين شهر وبتخلص، ولكن المهم ماذا عن غزة؟ ماذا عن مستقبل غزة؟ هل نتنياهو بعد أن قام بإقالة يوف جالانت ونجح في قرار الإقالة وعين بدل منه إسرائيل كاتس، هل نتنياهو سوف يستمر في احتلال قطاع غزة بالكامل؟ ماذا عن دول الإقليم؟ هل ستسمح له الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال عسكري جديد لقطاع غزة، دمر غزة بالكامل، إبادة جماعية واضحة تماما؟ ولكن هل سيبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في كل قطاع غزة؟ أنا بتقديري هناك ربما سيناريوهات متعددة، ولكن على أقل تقدير نعم سيحتفظ نتنياهو ربما ببعض الأمور الأمنية، الدخول والخروج والقصف هنا وهناك، ولكن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في قطاع غزة إذا كان هناك قرار من ترامب بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي.